ما هو الكود بار وكيف نستفيد منه؟ هل سألت نفسك يوما ما هي الخطوط التي تجدها في أغلب المنتجات إن لم يكن جميعها؟ هل سألت نفسك يوما ما هي طريقة قراءة المعلومات من المنتج عند شرائك له في المول أو السوبر ماركت؟ انتشر استخدام الكود بار أو الباركود في السنوات الماضية انتشارا واسعا وأصبح مستخدما في مختلف الأماكن والمحال التجارية. والباركود عبارة عن رمز أحادي البعد يتألف من مجموعة من الأرقام والخطوط الطولية المختلفة مختلفة السماكة. أيضا يتم وضعه على المنتجات التجارية والأدوية والسلع، وكل ما على البائع القيام به هو تمرير هذا الرمز فوق جهاز خاص ليعرف كل البيانات المتعلقة بالسلعة المطلوبة شراؤها. مر هذا الاختراع العجيب بعدة مراحل حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. فالبداية كانت سنة 1932 في جامعة هارفارد الأمريكية، عندما قام الطالب والاس فلينت ببحث حول البقالة المؤتمتة، ولكن فكرته لم ترى النور بسبب الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها أمريكا في ذلك الوقت. تم تطوير هذا البحث في سنة 1949 من قبل كل المخترعين نورما جوزيف وورلاند وبرنارد سيلفر، حيث قاما بابتكار طريقة آلية لحفظ وعرض بعض المعلومات عن سلع ومنتجات محددة، وكانت عبارة عن مجموعة من الدوائر المتداخلة المختلفة الحجم، ولكن اختراعهم باء بالفشل بسبب كلفته الباهظة. في سنة 1973 قام جورج لاورير بتطوير هذه الشفرة الدائرية إلى الشكل الطولي المعروف الآن، وتم استخدامها في متاجر ولاية أوهايو الأمريكية لأول مرة. يتكون الباركود من مجموعة من الخطوط الطولية السوداء والبيضاء ذات السماكات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الأرقام التي تدل على عدة أمور مثل بلد المنشأ والمصنع. يتم قراءة الباركود عن طريق جهاز خاص يسمى ماسح ضوئي أو الباركود ريدر، حيث يقوم هذا القارئ للباركود بإصدار شعاع ضوئي على الشفرة، فتعمل الأعمدة السوداء فيه على امتصاص الضوء، وتقوم الأعمدة البيضاء بعكس الضوء الوارد إلى قارئ الباركود الذي يقوم بدوره بتحليل الضوء المنعكس وفك ترميز الكود وإرسال البيانات إلى الحاسب المتصل به لعرضها. هناك الكثير من المعلومات التي يمكن استخراجها من الباركود، كاسم الدولة المصنعة للسلعة واسم السلعة ووزنها وتاريخ الإنتاج وسعرها وإلى غير ذلك من المعلومات. يمكننا ببساطة معرفة اسم البلد المنشأ من خلال فحص الأرقام الثلاثة الأولى الموجودة على الباركود من اليسار. فكل بلد له أرقام مختلفة ومميزة، فمثلا لو كانت الأرقام الثلاثة الأولى هي 471 فإن منشأ السلعة تايواني، ولو كانت ضمن المجال من 450 وحتى 459 فهي ذات منشأ ياباني، ولو كانت 622 فهي ذات منشأ مصري. ويمكنك الاطلاع على الأرقام الخاصة ببقية البلدان من خلال هذه الصورة المرفقة. أرقام الباركود: أول ثلاث أرقام تحدد بلد صناعة المنتج. مجموعة الأرقام التالية هي أرقام مميزة للشركة المصنعة. مجموعة الأرقام الأخيرة هي أرقام محددة للسلعة نفسها. وآخر رقم هو رقم تأكيدي يفيد في قراءة مجموعة الأرقام بشكل صحيح على الكمبيوتر. من فوائد الباركود سهولة الحصول على البيانات والسرعة والدقة في التعرف على معلومات أي سلعة. يستخدم في أغلب المحال التجارية والبقاليات والمتاجر والصيدليات، وهذا يساعد بشكل كبير في ضبط حركة المخازن إلكترونيا وسهولة متابعة المنتج من لحظة تخزينه حتى لحظة بيعه. الحصول على رضا الزبون ورفع جودة خدمة العملاء من خلال السرعة في عمليات البيع والشراء
يستخدم الباركود في الكتب ويشتمل على الكثير من المعلومات الهامة مثل اسم الكتاب والمؤلف والرقم المتسلسل للكتاب ورقم الإصدار وتاريخه واسم دار الطباعة والنشر. إن وضع باركود لكل منتج هو وسيلة فعالة وغير مكلفة لتسهيل عملية استرجاع البيانات آليا.